الفتاح السيسي يوجه بضرورة اعتماد المدن الساحلية على تحلية مياه البحر. وزارة الخارجية المصرية تأسف لبدء الأعمال العسكرية مجدداً في غزة وتطالب جميع الأطراف بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية. وزير الداخلية يتقدم جنازة شهداء الشرطة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد أكاديمية الشرطة بالعباسية. استشهاد مجند وإصابة سيدة في مطاردة بين الشرطة وسيارة ملاكي بالبحيرة. مجهولون يستهدفون أكشاك الكهرباء بمركز ملوي بالمنيا بقصد حرقها وقطع التيار عن المدينة. البنتاغون يعلن توجيه أول ضربة جوية ضد داعش في العراق. الجيش الأمريكي يبدأ عملية إنزال للمساعدات الإنسانية جوًا في شمال العراق لآلاف العراقيين المحاصرين في جبل سنجار من قبل منظمة داعش. روسيا تستورد منتجات غذائية من مصر عوضاً عن المنتجات الأوروبية. الحكومة البريطانية تطلب من مواطنيها مغادرة أربيل عاصمة كردستان العراق بسبب التقدم الكاسح للمسلحين الإسلاميين الذين اقتربوا من الأراضي الكردية.